بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أنا هتكلم على القصة بتاعت وليد دعبس وهاني حتحوت اللي أدت في النهاية إلى استقالة وليد دعبس من رئاسة نادي مودرن فيوتشر. ما علاقة هذه المكالمة اللي حصلت امبارح بين هاني حتحوت ووليد دعبس باستقالة وليد دعبس النهاردة؟ وليد دعبس حقيقة حاسس إنه في ضغوط كبير جدا بيتعرض ليها علشان يبقى هو في النهاية المسؤول عن وقعة وفاة أحمد رفعت، في حين أنه شايف أنه المسؤولية موزعة على آخرين، يعني أنه مش هو الوحيد المسؤول، أنه في مجموعة من الناس المسؤولين. أنا هتوقف في المكالمة دي عند نهايتها لما بدأ هو يتنرفز بشدة، لما هاني حتحوت بدأ يقول له أنه أنا بتأسف لزمايلي على التأخير، فقال له تأخير إيه؟ فقال له أن إحنا قاعدين لحد الساعة 1 بالليل. المكالمة استمرت لحد الساعة 1 بالليل وبدأ يقول له يعني إيه الكلام ده، أنت مش تضيف واحد؟ وبعدين في الآخر بتقول له أنا بتأسف لزمايلي في الاستوديو على أني أخرتهم لحد الساعة 1 بالليل، ما يتأخروا يعني، كأنه هو عايز يقول له ويعني ما يتأخروا لحد الساعة 1 بالليل يعني. وبعدين راح قايل له هل انت طلبت للتحقيق؟ فقال له اطلب التحقيق ليه، انا مالي؟ فلنفرض ان في حد عمل حاجه في القناه اللي انت شغال فيها، هل هيتم استدعاء رئيس القناه للتحقيق معاه؟ كان قصده يعني يقول له ان المسؤول عن اي حاجه هو اللي بيتم التحقيق معاه، لا مش رئيس الكيان هو اللي بيحقق معاه، الاداري او الموظف المسؤول هو اللي بيتم التحقيق معاه. وفي نهايه المكالمه قال له انتوا مش اعلاميين، ده مش اعلام ولا حاجه، انتوا مأجورين. وهنا توقف هاني حتحوت عند هذه النقطه وقال له حضرتك بتقول ايه؟ في طلب منه بان هو يعيد تاني ما قاله عن انه مجموعه الاعلاميين مأجورين، وده بيعكس الحقيقه يعني التضارب في الاراء ما بين الاعلاميين والمسؤولين. دايما الاعلاميين شايفين ان المسؤولين هم المسؤولين عن كل المصايب والبلاوي اللي بتحصل، وفي الوقت نفسه جميع المسؤولين شايفين ان الاعلاميين متحملين، واقرب اتهام ممكن ان هو يرميك بيه او يرمي الاعلامي بيه ان هو مأجور، وكلمه تطلق على الهواء كده بدون ان تعني اي شيء. اذا كان الرجل يتكلم معك في مساله او قضيه فتتكلم معه في نفس المساله والقضيه وتحسم الجدل وخلاص، مفيش داعي بقى لانك انت تقول مأجورين او غير مأجورين. هو الراجل بيسالك هل طلبت التحقيق، اجب على السؤال وخلاص، وانتهى الموضوع بانه قفل المكالمه. وفي اليوم التالي تم استقالة وليد دعبس.